حياكم الله أحبتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج البيئة الوعي. هذا البرنامج الذي تعده لكم دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة. تفاصيل كثيرة سنتعرف عليها سويا أحبتي المشاهدين، لكن قبل أن نبدأ بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة العناوين وراجعين. البيئة تشارك في ندوة لمناقشة إدارة ومعالجة النفايات الصلبة في المدن. البيئة تنظم ندوة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الغطاء النباتي. ونشاهد في حلقتنا لهذا اليوم أهم الأنشطة الرقابية المهمة والفعاليات التوعوية لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات. أعلنت وزارة البيئة إطلاق مشروع تكييف الأسر الريفية في جنوب العراق مع ندرة المياه الناجمة عن تغيير المناخ من خلال تمكين النساء كعوامل للتحول ومعالجة العلاقة بين الغذاء والطاقة والمياه بدعم من الحكومة الكندية وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في جمهورية العراق الفاو في بغداد. وزير البيئة المهندس نزار أميدي أكد خلال كلمته في احتفالية إطلاق المشروع الذي حضره السفير الكندي ومدير مكتب منظمة الأغذية وعدد من ممثلي الوزارات أن الهدف من هذا المشروع تعزيز إجراءات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وخاصة على المجتمعات الريفية التي تعتبر الأكثر هشاشة ولما لهذه التأثيرات من علاقة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والصحي. أعلنت وزارة البيئة الاتفاق مع الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات على آلية عمل مشتركة في تنفيذ برامج إزالة الألغام، لافتة إلى أهمية تقديم الدعم والتمويل الدولي للعراق. جاء ذلك خلال استقبال وزير البيئة المهندس نزار أميدي وفدا من وكالة الصادرات البريطانية بحضور السفير البريطاني مارك برايسون لدى العراق. وزير البيئة خلال لقائه أكد بأهمية تنسيق العمل المشترك وبحث المشاريع التي سيتم تمويلها من القرض البريطاني ضمن موازنة 2023 وزيادة عدد الشركات العراقية والأجنبية العاملة في العراق ضمن الشراكة البريطانية والبدء بأعمال إزالة الألغام في الأراضي العراقية. دائرة التوعية والإعلام البيئي تشارك في ندوة حوارية لمناقشة إدارة ومعالجة النفايات الصلبة في المدن بمقر جمعية المهندسين العراقيين في بغداد. تفاصيل أكثر نتعرف عليها سويا أكيد من خلال التقرير الآتي فلنتابع. من أجل النهوض بالواقع البيئي في عموم البلاد، شاركت وزارة البيئة متمثلة بدائرة التوعية والإعلام البيئي في الورشة العلمية التي نظمتها جمعية المهندسين الخاصة بمناقشة إدارة ومعالجة النفايات الصلبة في المدن. ندوتنا كانت إدارة ومعالجة النفايات الصلبة في بغداد أو بالعراق. يعني التقديرات حسب الإحصائيات أنه هناك 60,000 طن نفايات في اليوم. واضح جداً عدا محافظة السليمانية في العراق لا يوجد معالجة لهذا الموضوع، وهذا بدأ يشكل أذى كبير حاليا ومتصاعد مستقبلا. دائرة التوعية والإعلام البيئي دائما تاخذ على عاتقها المشاركة بحملات التوعية، ندوات اللي تتضمن مواد توعوية، ورش العمل اللي تطرح بها مواد توعوية تخص البيئة والمحافظة على البيئة. من هذا المنطلق تم مشاركة فريق فني من وزارة البيئة، دائرة التوعية والإعلام البيئي ممثلة بمعاون وأحد رؤساء المهندسين مدراء الأقسام وكادر إعلامي من دائرة التوعية والإعلام البيئي في مثل هكذا ندوة مهمة على كيفية
التخلص او اداره العفو اداره بصوره عامه للنفايات الصلبه في العراق. وفي الوقت الذي حذرت فيه جمعيه المهندسين العراقيين من ارتفاع النفايات الصلبه في المحافظات، طالبت الحكومه والجهات المسؤوله عن الملف البيئي بضروره الاخذ بتجربه السليمانيه التي تعد انموذجا جيدا للخلاص من هذه النفايات. بالتاكيد ان المسؤولين على علم بهذه القضيه، ثم انه انتم شفتوا ان من الحضور كانت هناك جهات معنية من السلطة التنفيذية معنية في مجالات البيئة ومجالات الحفاظ عليها، هذه كانت أيضا حاضرة، فهذه هي الجهات اللي توصل أيضا للمسؤولين الأعلى والأعلى. أهم موضوع هسه، أهم موضوع هو الثقافة، ثقافة المجتمع. إحنا هسه دار الحديث بأنه شلون نثقف المجتمع بخصوص جمع النفايات وطمرها في أماكن مخصصة، وإحنا هسه حاليا لازم نركز ونأكد على هذا الموضوع، لأن إحنا مقبلين على أمراض سرطانية، لأنه معالجة النفايات بالعراق بعد 2003 غير صحيحة، يراد لها طرق تكنولوجية وثقافة المجتمع بنفس الوقت. وتسعى وزارة البيئة بكافة دوائرها ومن خلال مشاركتها في العديد من الندوات والمؤتمرات التوعوية والمجتمعية للوصول إلى الهدف المنشود، وكان آخرها الحملة التوعوية والتثقيفية التي نفذتها دائرة التوعية والإعلام البيئي لتنظيف ضفاف نهر دجلة بمنطقة الجادرية. لبرامج التوعية البيئية، عباس حميد. وزارة البيئة تسعى من خلال ورش التغيرات المناخية إلى تعزيز الثقافة البيئية في مواجهة هذه التغيرات وتأثيرها على الغطاء النباتي وانعكاسها التي تؤثر سلبا على البيئة العراقية. تفاصيل أكثر نتعرف عليها سويا أكيد من خلال التقرير الآتي، فلنتابع. رفع الوعي البيئي لأفراد المجتمع كافة فيما يخص ملف التغيرات المناخية وتأثيرها على الغطاء النباتي وانعكاساتها على الواقع السكاني والديموغرافي، كل هذه المواضيع تم مناقشتها فريق من دائرة التوعية والإعلام بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات السكانية والديموغرافية في جامعة بغداد. هذه الندوة وتليها ندوات إن شاء الله لاحقة هي هدفها لرفع المستوى الوعي البيئي بين شرائح المجتمع المختلفة من هيئات تدريسية وطلبة في الجامعات لتحسين الواقع البيئي في داخل مدينة بغداد والمحافظات. التغيرات المناخية يحتاج طبعا إلى جهود كبيرة، جهود مؤسسية، جهود دولة، جهود دول للتقليل من أثرها. التغيرات المناخية أيضا تسبب لنا إلى هبوب عواصف غبارية، هذه العواصف أيضا بالإمكان أننا لا يعني ننهيها ولكن نقلل من حدتها ومن أثرها من خلال استخدام التقنيات الحديثة، من خلال التشجير، من خلال إيقاف حدوث هذه أو التقليل من حدة هذه العواصف، وعلى أقل تقدير العواصف المحلية، خصوصا يعني حضرتكم تعرفون أنه هناك مساحات جرفت كثيرا، هناك مساحات لا يوجد فيها حزام أخضر في العراق. محاضرات مهمة تم إلقاؤها من قبل مختصين في المجال البيئي تهدف إلى رفع المستوى الوعي البيئي بين صفوف شريحة الطلبة، وخاصة طلبة الدراسات العليا والباحثين في مجال البيئة، حيث تم مناقشة وضع خطة تشمل مشاريع خاصة منها العراق الأخضر والحفاظ على التنوع الإحيائي والمحميات الطبيعية، فضلا عن معالجة الشحة المائية. التنمية المستدامة تخص البيئة ونظافتها، ويعني ننشر الوعي للمواطنين وعلى مود نحافظ على البيئة باعتبارنا تدريسيين. استعدادات العراق لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها على الاستدامة البيئية ومناقشة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية وتداعياتها على بيئة العراق، هذا ما تسعى لتحقيقه وزارة البيئة للنهوض والارتقاء بالواقع البيئي في البلاد. شوف هذا جارنا ايش يسوي؟ لا وجباله نازل جديد، ليروح يحرقنا، خلينا نروح له. دقيقة الله يسعدك. أبو النجار، أهلا وسهلا يا أبي. العفو هذا اللي تسويه ترى مو صحيح.
حرق النفايات داخل المنطقة أمر مخالف لشروط البيئة. وشنو الغلط بالموضوع؟ حشاك من الغلط. إذا عندك نفايات خليها بكاس نايلون وخليها بالمكان المخصص، بعدين تيجي سيارة ترفع الإنقاذ وهي تتصرف بيها. بعدين احنا لازم نحافظ على منطقتنا ومدينتنا وبيئتنا، وانت صرت واحد من عندنا. يا بهاي هسه اجيب اكياس واخليها واخليها بمكان مخصص وحرق ماكو بعد. بارك الله فيك. ابو من قلت لي؟ انا واحد من الزوج. ان شاء الله تتزوج. ابو من؟ خطاب خطاب. ها نشرف نشرف. ما محتاجين نفض. اساعدك؟ لا اشكرك. الولد موجود. الله يسلمك. الله مرحبا. اي شيء انا حاضر، هذا بيتنا واحتمال راح نشيل من وراك. اشكرك، احمى الله والديك. الآن أحبتي المشاهدين ننتقل سويا لمتابعة الحقيبة الإخبارية التي تضم في جعبتها أهم الأخبار والأنشطة المهمة التي تقوم بها الوزارة في بغداد وبقية المحافظات، فإلى هناك. أجرى فريق من شعبة الأهوار في مديرية بيئة البصرة جولة ميدانية لأهوار المسحب والصلال للاطلاع على واقعها البيئي ومراقبة نوعية المصادر المائية. المهندس كريم الخيص مدير بيئة البصرة أكد أن الفريق قام بسحب نماذج من المياه والتربة من نقاط المراقبة التي تم تحديدها مسبقا لإجراء الفحوصات المختبرية اللازمة لها للتأكد من مطابقتها للمحدودات البيئية. أجرى فريق فني من مديرية بيئة المثنى شعبة الكيماويات وتقييم المواقع الملوثة والمخلفات الخطرة زيارة ميدانية إلى جامعة المثنى كلية الطب العام في قضاء السماوة للاطلاع على عمل المختبرات التعليمية الموجودة في الكلية وبيان مدى مطابقتها للمعايير البيئية والمحددات الوطنية. المهندس يوسف سوادي مدير بيئة المثنى بيّن أن هذه الزيارة تأتي انطلاقا من دور وزارة البيئة الرقابي بمتابعة عمل جميع المختبرات والمواقع التي تحتوي على مواد كيميائية لمعرفة طرق خزنها وكيفية التعامل الآمن معها. قامت فرق مديرية بيئة ذيقار بمتابعة نقل المخلفات النفطية في حقل الغراف إلى مواقع المعالجة من قبل إحدى الشركات المرخصة بيئياً استناداً لقانون حماية وتحسين البيئة. فرق المديرية مستمرة وبصورة دورية في متابعتها لعمليات نقل المخلفات من مواقع إنتاجها إلى محطات المعالجة من قبل الشركات المختصة وبطرق بيئية سليمة حفاظاً على صحة وبيئة المواطنين. نفذت فرق مديرية بيئة ميسان جولات تفقدية على محل قصابة اللحوم في أسواق منطقة الجديدة بالمحافظة. باسم حبين مدير بيئة ميسان بيّن أن الفرق الفنية فرضت إجراءات للالتزام بالشروط الصحية والوقائية فضلا عن توعية أصحاب المحال والعاملين فيها بضرورة اتباع إجراءات لوقايتها من مخاطر الحمى النسفية والذبح في المجازر المجازر من وزارة الصحة، وأن تكون الذبائح مختومة صحيا وخاضعة للفحوصات الطبية والبيطرية لتفادي انتشار الأمراض.
أجرت الفرق الرقابية لمديرية بيئة صلاح الدين زيارة تفقدية لمحطات غسيل السيارات في قضاء تكريت التابع للمحافظة لتقييم واقعها البيئي. فرق المديرية رصدت خلال الكشف أن المحطة غير حاصلة على الموافقات والتراخيص البيئية التي وضعتها الوزارة، وتم التأكيد على أصحاب النشاط بمراجعة مقر مديرية بيئة صلاح الدين وتقديم الوثائق المطلوبة لمعرفة مدى تطابقها مع المحددات البيئية وفق قانون حماية وتحسين البيئة. أجرت الفرق الرقابية في بيئة المثنى جولة تفتيشية في مستشفى الحسين التعليمي لغرض إجراء الفحوصات اللازمة على وحدة المعالجة بخصوص الإجراءات اللازم اتخاذها في نظام تشغيل تلك الوحدات لقياس المتغيرات الفيزيائية للتصاريف السائلة U52 في المستشفيات. المهندس يوسف سوادي أكد أن هذه الجولات تنفيذا للخطة الوزارية الخاصة بمتابعة المؤسسات والمراكز الصحية كافة للتقليل من نسب التلوث الناتجة عنها. هواؤك، ماؤك، أرضك، ملكك، حافظ عليها من التلوث. وبهذا أحبتي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومهام جديدة للوزارة. إلى اللقاء.